شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت. دايما حرشتيني، دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بقول له ما تنفخن هالقد، ما تنفخن على القد. بيقول لي لا 2.8 أحلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1 وأنا مع الحرب بفقع بفقع. دخيلك. هي شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونطة؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من برش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره. هاي هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي. انا مش عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بنت هاتي هاتي. انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كثير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكثير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كثير مرتبه، بحب اللبنانيه كثير وبقدر مواهبهم كثير كثير كثير. اهلا حبيبي. اهلا تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول. وريني وريني. يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر تامر حمدي السبرسجي، يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة في ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي امر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبه لك يبقى مش عارفهم كام. خدي احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجه حصلت النهارده. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنه. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبه. صدقيني يا بوبي تامر من اوفى الاصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي على فكره احنا لازم نخرج كتير. رش انا سلمت كتير. رش رش سكتي ايدين الناس، معرفش غسلينها ولا لا، حاجه صعبه قوي. ما بشوفش حاجه ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا. نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا. عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا. فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم. اوكي بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا. بس كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي يعني. سوري اذا عم بحكي عنها هيك هلا. لا 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 بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه. دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون صدقيني.
كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي. هقول لك كل حياتي ملكي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله. طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعمر وشيرين؟ طز في الناس. الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ حسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبي. انت مش جعانه صحيح؟ انت كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء. ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت هتستهبس. روح هات الشوربه. معقول؟ فضل هتموت عليا نور. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عندي بقى كتير رومانسيين. اه كتير حلوين. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. تنبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تهرب؟ بتتكلمي بجد؟ مش هضحك. مش هضحك. ليه؟ واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن أربع مرات في السنة. طب خلاص. هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين. ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما. ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البنت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. والد عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيني رياضة وريني تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا لا لا للنهارده لا. انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قطع عيش للأمانة يعني. النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبية. بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير. بنت بيت، بنت أصل، متربية. هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعاً. هبتدي أكون رجل محترم وبالتالي هكون في بيتي محترم. بيتي هيبقى لي تقاليد. ما عنديش زيارات. مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت. هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي. فيا ريت ما تحرجوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره. انا عامل ايه في بيتي؟ هضطر اطردكم. انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره. كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت. يلا قومي. في قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا. ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل ومش راجل عادي. سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجات. هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي. بس مش عاجباني بوبي. خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي. انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته. عنده مشكل كتير كبير. كنت عم بحل المشكل. طبعاً طب بس بذمتك حد يحل المشكل الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك. لا مفيش حاجة أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ. إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي اعمل لي مس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلعه بيزو غير سهيل؟
انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحة، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتي؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتك. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزنتاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. طلعت معايا السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالا، جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. جابت شي تعسيب. ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيلي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح تتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف وانا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك افسحك يومين في اي حته وامري. ايه هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بتخونك؟ جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف الاشرف منك ومن اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف تلات خاينة، راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الولية أونطة. أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديقي العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخني الغليون يا أصدقائي. هيا بينا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. إنك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفة. وأنا أتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان إخت
في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. ام ميلالو عزوز 55. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، انها كالزهره الفلوكسيه لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارجريت، ما هذا الهرب والمرض؟ عشيقتي ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه، امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى، شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا باشا. طب بقول لك ايه، عمر شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. عايز طلب كمان. اقفلوا كوبري قصر النيل من 3 لـ 3:15. سمر يا باشا. ايوه، عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. ها، افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه، خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميد وابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامة. استنى يا شريف بيه. عمري باشا. بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمة الميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو، ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك الضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ ايوه يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم. ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي، يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه، عارف هتشتغل مع مين. تمام سيادتك يا باشا. افرد ضهرك يا سياده الامين. اهو اللي تشوفه سيادتك. الرجاله اللي معايا تقف ساكته. حاضر يا باشا. انت عارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت مش صعيد وانا بحب الصعايده. رجاله اقف انتباه يا امين. يلا غور، هات لي المتهم. اللي تشوف سيادتك. السلامة. قدامي قدامي. ايه ده انت داخل عليا بالجزمة؟ انا لابس. ايه لك جزمة؟ ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخل لي متهم بالجزمة؟ لا خلاص شلناها. سمعت عني ايه ياض؟ قالوا لي إن أنت مفترق. يا ياض. كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا. تعالى عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. أنت ياض اللي قتلت الولية؟ أنا قتلت ولية يا باشا. أنت اللي قتلت الولية ولا لأ؟ والله ما قتلت حد. أنت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض ساعة وقوع الجريمة؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي مشاك في الشارع؟ كنت رايح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس هو حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه يا ياض؟ انا يا برشم.
انت مبرشم؟ والمصحف مبرشم والمصحف شارب. لا ما بتحبش بالمصحف بلاش ما بحبش كذا شارب كوكتيل مبرشم شارب كوكتيل يبقى مبرشم ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني ما هي بلاوي سودا كوكتيل جوافه يا باشا انت هتطول معايا هتطول معايا وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي رد على الزفت ده تمام يا باشا الو ايوه سعاده الباشا ايوه سعاده الباشا بيعمل ايروبكس ايوه مع المتهم يعني ايوه لا والله قول لي يا باشا وانا ابلغه ايه 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 في ايه يا سياده الامين تمام هبلغه يا باشا مع قدامه سلام يا باشا في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها جريمه ايه جريمه قتل يا باشا ما انا في ايدي جريمه زفت قتل لما اخلص منها مين اللي كلمك اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا تمام تمام قال لك ايه سياده اللواء قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسة مارجريتا قصر ايه الكونتيسة مارجريتا قصر الكونتيسة ايوه مارجريتا انت متاكد انت بنقوم من المباحث أيوة. ولا مسارات المجانين لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا وقف عادل وقف عادل قصر الكونتيسة ايوه يا باشا فين القصر ده في كراتة يا باشا كراتة كمان حلو قوي امتى حصلت الجريمه دي حصلت من 180 سنه من ايه من 180 سنه سياده اللواء قال لك كده ايوه ماشي الداخليه عايزه تجنني بس انا مش هتجنن وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180 قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا وحياة النبي انتوا عارفين ان هي قامت الفجر عارفين من 180 سنة انا معاكم للآخر انا معاكم لإيه؟ للآخر للآخر قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة حاضر يا باشا شوفوا سيادتك يا باشا حلو قوي لا فعلا شكلهم من 180 سنه ماشي ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك هو ناقص غباوه ناقص غباوه لا احونا في اي حته تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده 180 سنه عايشين ما بيعجزوش ما بيموتوش حلو قوي ورينا يا حبيبي حلو قوي بحضر محضر سكر يا حبيبي حضر العب يا بابا العب بس والشعر والفساتين من 180 سنه انا معاكوا للاخر انا معاكوا للاخر حلو قوي حلو خلي بالك من البنت دي تمام سلام ممسوكه نشلي في بلاد دكرور ثلاث مرات اخرها العيد الصغير اللي فات اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه انا معاهم للاخر اما نشوف ادي الجمل وادي الجمال تمام سلام مين الافندي ده ما شاء الله حلو اللبس ده متاجر الواد ده شكله مش مريحني عينك عليه تمام يا فندم ومين اللي بيقوق ده وريني يا حبيبي يا صلاة النبي بانجو كمان حلو قوي تلبسه بوريك تلبسه خش انا معاكوا للاخر ومين اللي قابل البعات هناك ده لوحده تعال يا اخويا تعال ده متأثر قوي شكل القتيل امه معلش هنعرف كل حاجه هات يا حبيبي هات امسك حرز يا اخويا اللي جاي تشم حرز لكش انت دعوه وريني يا حلوه يا صلاه النبي حلوه قوي قضايا مضمونه بانجو وخمره حتى السماله وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه واستهبال لكن انا معاهم للاخر بص يا اخوانا انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس كل الضيوف بره تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي قلت لك تحفظ على الزفت ده تمام يا باشا يلا بره يلا بره 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 انا هتجننوني هجننكوا اطلعوا بره من الاخر اشربوا اشربوا حلو قوي انا الدوق فالكاو زوج الكونتيسة مارجريت اهلا وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا طبعا يعني عايز معلوماتك تكون صريحه ودقيقه يا إما هطير رقبتك عشان كده عندي معلومة مهمة جدا قول أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة لأنه عايز يورثها حماك؟ طبعا يقتل بنته عشان يورثها هي دي الحقيقة يا الدنيا جرى فيها إيه
ماشي، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. لعيب يا واد، انت بتعمل النهارده؟ انت منين؟ من الدقي. ماشي، نام يا سياده الدق. نام يا باشا. باشا، انا دق محترم يا باشا. انت مين؟ انا دق محترم. انت لسه مصر ان انت دق يا باشا؟ امسك عواضيع. عيني يا ابا، امسك عيني يا ابا. عيني يا ابا، حراميه على دي الكذاب. عيني يا ابا. احنا في سنه كام يا واد النهارده؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي الحقيقه. ماشي، قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدك ده هو اللي اتجوزها. ايوه، وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ ايوه يا باشا. والنبي، ايوه يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا، النبي يا باشا، ثانية واحدة اخلص. انا عندي معلومة تانية مهمة. ايه؟ اخر جملة قالتها له القتيلة قبل ما تموت: مش هديك مليم احمر من ثروة جوزي. مليم احمر من ثروة جوزي، ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي بس باشا، انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا واد؟ من امبابة يا باشا. اجدع ناس. ارفع يا سياده الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ اه الحين يا ابو الحين هتلحقكم. هتلحق عاملين لك ايه يا بوريكو؟ عايزين تجننوني. عوضين الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش عوضين، تعرف ايه اللي القتيله؟ يالا انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مره اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنه كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي ماشي. اختك اخر مره دخلت الحمام امتى؟ امبارح. امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي؟ باشا ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا واد؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا واد عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو. اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت. يا ابن الهبل، ده انا مش قلك ضوافرك، ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيله يا واد؟ انا حمدي ارضوان صديق العائله. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. ده ذكر يا واد. ماشي. الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب من النهارده. انت منين يا واد؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا، حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومين؟ انت منين يا واد؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي فيها. انا اللي فيها دوك. انا اللي فيها دوك يا باشا. كنت عايز اخدم والله. تخدم؟ انتوا عايزين تجننوني؟ تدخلوا بابوك اسم؟ ده انا شايلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه. هوريك الترقيه يا باشا. خلاص يا باشا، الحمد لله. شوف انا شايلك ايه. شويش. تمام يا فندم. تعال خد بيدي خرجنا، انا تعبت من كتر الضرب باشا. كلام كلام. نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. قوم يا ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا؟ انا اللي قاتل. انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل. وما ينفعش ما يبقى يا باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل ويتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريهولك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا واد.
امضي يا واد ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا مجانين؟ انتوا لسه شفتوا جنان؟ امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقة وهوريكم في المحكمة. قشطة. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات. يلا هوبا هوبا. الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك، بتروح لغاية أمورة. الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سحر. احزنون زي ما بتقولوا، ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابس لي باروكة. قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا. قوتنا الحقيقية إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سالمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات ولي سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقه، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك واكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجة زي كده. يعني يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ في يعني هو انت لازم تحرجني يا اخي؟ دينا بنتكلم مع بعض بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ اوه حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، أخبار صفاء ووفاء إيه؟ إيه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ أنا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده سعد بيه؟ عشان تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعي اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر يا فندم.
خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل اتفضل اتفضل. تعال أنت معايا، هو أنتوا الاثنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواد السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة. صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. ايه هربت بوفاء؟ غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. سعدي بيه، انا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قلكوش في حاجه وحشه. الف شكر. احنا لقينا دي بعد الحادثه. الشبكه دي اول مره اشوف صفاء كانت ملفوفه فيها وكانت مرميه على صخره في ابو قير. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. بيجرالنا في البيت ده كله بسبب تهورك وجنونك. ينو انت واحد نازق. انا نازق؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا اختي تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزه دي؟ انت جايه تعزي في رقاصه؟ دي سمكه، ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزه؟ لا بسيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليك لابساه. خليك لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا ناوي يا صفاء، يا خرابي، يا عليا يا صفاء، يا خرابي، يا اليمين الحوض يا صفاء. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. أنا أسمع كلام المافيا؟ أنا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا أم إبراهيم. يا غالية عليا يا صفاء. خلاص يا أم إبراهيم، ما تزهقناش بقى. والنبي أضعف فيا. مش فيكي لوحدك، خلاص. يا أهلا بالمعلمين، يا أهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. أشوفك. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مجدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه؟ ارجوك
صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالتلكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام؟ قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك، الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره، مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره. انا جاي اتعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. فخص على القطط. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، تشرفنا يا حاج، تشرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده المواد القبيحة ديت والزفرة دي؟ إذا كان في أباحة ولا زفارة فيهمنك أنت. لا أنا مش هسكت على العيلة ديت. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل إيه؟ على العيلة ديت. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. إيه ده؟ إيه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا دول. يا حبيبتي يا صفاء. يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. أنا طبعاً أنا. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. أيوه يا سعد بيه. يلا برا، خد الولادي برا. تعالي هنا. خرجتي إمتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. والله العظيم يا رب يا ناس. يا لهوي يا لهوي. روعة وإحساس. يا حاج مجدي. أيوه يا سعد بيه. شيل. يلا. أصيل يا سعد بيه. ما تحركنيش بإيدي فاضية أبداً. سلام. إيدي يا مدام. خدها بدل ما أطلعها. يلا. صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد، كل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكة. عيب يا باشا، هو انا اول مرة يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالإذن يا باشا كده علشان الزبون استعواني. يلا سلام سلام. لا مؤاخذة، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. ده إيه النور ده كله؟ الله يخليك، نعيما مقدما يا أخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. شكرا، مقابلتك حلوة ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. أشكرك أشكرك. لا والله ده أنا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ أنا حاسس إني بحلم. أنت ما بيجيلكش زباين ولا إيه؟ لا لا، بالنظافة دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشرة؟ ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملاية، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فترة أسبوعين ما حلقتوش، مش قادر أقولك، مش عارف أقفل القميص، فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا أنت تقريبا. ده يعني إحنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا أكرمنا بالموضوع ده. مش أنت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك أبويا الله يرحمه كان بيطلع له في كورة هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش. ابتدوا يكلموني، بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست. ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ اوعى تعمل كده. لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. انت
طب يا باشا تحت امرك يعني؟ انا اللي تحت امرك بس معلش يعني عبال ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه باشا لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس كمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول انا موجود يا فندم. انا موجود. لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. انا راجل طيب. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى. اتفضل يا باشا. اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا ابني الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه؟ يا حضر الظابط انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا 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 تحت امرك. مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدى اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد. اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. أنا أجرودي. أجرودي. أنا إيه؟ أجرودي. اخلص يا محمد، أنا بس اللي أقول أجرودي. حاضر يا باشا. بسرعة هات الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة! ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت وهو. طلب يا باشا. يا فندم ارجوك انا بتاذي سوري يعني. ايه يا حبيبي انت اهو؟ مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه؟ بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايا بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هذا ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني وخلينا أروح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة.
وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية يا فندم، وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3 4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26 28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحبي اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شهرية و 12 شهرية. السؤال الثالث، لو خيروك بين حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أكروني يا محمد. بلاش محمد، بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري ابوس ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم، ايه بمقاييس كوكبك انت أنا ست، لكن بمقاييس كوكبنا إحنا أنا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوة بمقاييسكم، أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ آدم أموري، إحنا جايبين لك دعوة VIP لزيارة كوكبنا. وكوكبكم ده فين إن شاء الله؟ كوكب الدكورة. كوكب إيه؟ الدكورة. أنت اسمك يا أخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. أهلا أستاذ كريم، أمروني أنا خدامكم، في حاجة ما أقدر أعملها؟ بص يا آدم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحرجة اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحة الان منكم والان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في إيه؟ انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى يا ابني. لا مكوى ايه، هات ايدك يا كريم، هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني، انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى في بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟
ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر السدر يا تبشروه، يعني ايه لازم اخد فلوس؟ هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تبقى 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن اكبش لك كبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول وادالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ اه زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. يا نهار. اوعى. شعر سيد راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودا يا ابن صبره الصباره. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولاد بلدي يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. يا خسارتك يا خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي. شعر صدري بلا زفت. ايمن اتفضل. تؤمر باي حاجه تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. حاضر. تعالى. حاضر. هات ياض المرتب. اخلص. اه. ايه ياض ده؟ فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خساره خساره و100 خساره. قالوا لي ان في قطر فرم 4 شباب، قلت يا ريت تكونوا انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. ثانيه واحده. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفره دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجه بالنسبه لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ ايه اكتر طاوله تتكلم معايا بالطريقه دي تاني؟ انتوا زباله. انتوا اكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوجوا، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار ما كانت الهبل امك حبله فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنيه الاب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ تعمليش فيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟
رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة ثانية، سيب الطاجن يا اهبل انت، سيب. مين قال لكم تطفحوا؟ مين دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عواطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعولي. يلا بالسم الهاري، انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردود عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك، اتكلم بسرعه بقى الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه او كاوتش. كاوتش؟ فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشلم فجاه في الملعب. انت بتنفخ مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب، في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمها بابا يا راجل. ايه اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد عادل انت واد، انا شاكك، انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها، كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبلة. اسكت. كفاية. لا انا مش كفاية، انا هطول معاك. في حاجة؟ تلت هتقتلني؟ هترفصني؟ ها؟ يا تافر يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطة. عايز انا كان زماني موت. الله ده تدريات خلق يا خلاص يا بابا، مش عايز اتكلم معاه. ما تبطلش نفسك، انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك، اللي هتولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم على امك بقى، كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرر، يلا يا عجل، يلا. الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكوا بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك قعدت شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. افتكر لكم حاجة حلوة. استنى ادم ما ارجع في الاشفال. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ، بلا هابي بيرز بلا زفت، يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك، جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص، ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار، حطها في النص. حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا، عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك تبهبه، حط ايدك، حط ايدك، بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا اكتر، صرخوا. جون سينا حبيبي. اجري غور في داهيه. يلا عايزكوا بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب يا هاد، اضرب اضرب اضرب. كسر له الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك يا اخويا، بحبك يا اخويا. انزل على رقبته، انزل على رقبته.
عايزه يمشي تعب. قول له سامحني يا اخويا. ما تسامحوش. ايه رايك في ولادك؟ دول هيموتوا بعض. الستين ده هيموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه، بس ايه، بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح والقعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده، ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابكم كان بودي اذبحكم بايدي، بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكم بس خلاص، انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايام قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتندثر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت، لحسن اموت فجاه والسر الاله يطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعي تكون الفلوس خلصت. اتنايل واسكت يا هبل يا ابن الهبله، وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجه كل حاجه قدام عينيكم. يا عم سيد، تعالى يا عم سيد. يلا عمكم سيد، ولا عايز كل حاجه اقولها لك. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوتي؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا، مش عايز اضحك على حد. هتوه بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده، انتوا لحم كتافكم من خيره. نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. فيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر، على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي. اهرش في كوعي وامسح لي دموعي، وناس عاشرتهم وعاشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع انت. كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في الستين ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبلة، امك كانت هبلة لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. اتنايل اتنايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الأخيرة أنا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا أقول لك؟ لا بلاش. كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصة وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ استصرف. انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان
يفرحهم. أنا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وبإذن الله وأنا راجل في شدة وربنا هيقبل مني، نهايتكم أسود من بعض. ده اسمك إيه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وأنت يا شيموس. شيموس دول أصحابكم؟ دول أخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت أخرف. بابا ولدي أخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. الفل يا جميل. وريه يا بدريه. الله مش هتحقني على تيفا حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه، بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن، مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واصحي لنفسك يا بدريه، اصحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. يا بدريه ليه ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحباية. لا الفلاة فيها 3 حبايات، هاتي واحدة بس يا بدرية، هاتي واحدة ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. إيه الخطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد أنا ولا ضيف أنا في المؤسسة يا حاج أحمد؟ أنت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا أنا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل. أنا أخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، أنا بقول أهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد إذنكم. ثانية واحدة اقعدوا، أنا اللي أقولها. لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. أيوة كده، أيوة كده، أيوة كده. جرى إيه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا إيه؟ جرى يا حاج أحمد، بابا اسمها الست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها.
ايه 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 راعي الزادة الحاضرين مين ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق برضو يرد عليا يا حاج احمد هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك مين وحيد القرن ده جوز اختك يا حاج جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد وانا مت خلاص يا حاج احمد فول حراتي فول حراتي فول حراتي ماشي ماشي من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره خلاص يلا وحيد القرن عايزك في كلمتين إيه يلا بينا يلا يا حاج انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني الله 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 ايه ده يا حاج ايه هو عم ما اداش انا اخوك وربنا كله وادناك يا محمد خلاص يا حاج هدي نفسك ما يستاهلش خلاص يا انت بتاخد البنيه من غير رد فعل خلاص واثق في نفسك قوي بديله بالبوكس وبيزل دماغ ماشي مؤاخذه يا حاج كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير الكبير ايه يا حاج انت نسيت ولا ايه انت الكبير هو انا الكبير ايوه يبقى هضربك يا حاج مش كده يا حاج هضربكم كلكم يا حاج مش كده انت بتصغرني ليه يا محمد يا محمد ما ده بيفور لي معلش دور على طاقيتك بقى خلاص يا حاج اخوك الصغير معلش اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج ايه دي عربيتك اه يا حاج هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه اعوذ بالله يا حاج انا عمري عملت كده ام جبت الفلوس دي منين ايه ده دي عربيتك كله من خيرك يا حاج اه ايه اضحك عليا اضحك عليا اتفضل يا حاج اتفضل ماشي 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 ماشي, ماشي. بكره نعرف كل حاجه بالسلامه بقى بالسلامه انت سلام بركة حلت على العربية والله يا حاج حلوة حلوة السقف ده هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله أعوذ بالله يا حاج ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج ألف مبروك بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج ما انت لسه واخد جوه يا حاج اعمل ايه طب خلاص ما يطارت ما انتوا عصبتوني في الاجتماع بس انا معايا حاجه تانية يا حاج ما اعرفش تنفعك ولا لا ما معاك ايه شويه حشيش كده حشائش لا 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 ده بيتعبني التاني فيه مدغ انت شويه فاهمك انت في الفول الحراتي بقول لك ايه وانت ايه انا جوز اختك يا حاج صح كنت شحات ومش لاقي تاكل ونظفناك ودخلناك العيله فاكر ولا لا انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج دي فيها كاكالاكس اه يا حاج اهو ما انت دوست عليه خلاص دي فيها كاكالاكس فيها انت شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس بس ايه يا حاج اعوذ بالله ما علينا انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا امر يا حاج اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك لا يا حاج من غير ما نستورده احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس اه براحتك يا حاج اهو كالاكس هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج انا عمري عملت كده يا حاج ايه العربيه اللي بكالاكس دي ايه دي طب ركز في اللي انا هقوله لك معلش انا عارف انها غريبه شويه في خبر لو طلع بره هذبحك انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه امر يا حاج يعني ايه نقله نوعيه يا حاج ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا نقله نوعيه لشركاتنا وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها امسك شاف علبة كبريت دي علبة كبريت يا حاج هتفتحها تشيل العيدان ترميها هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي في العلبة دي وماله اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع لا ما تخافش في الحفظ والصون يا حاج
دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. اوه، هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي، وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي، يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله، يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني من هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس، وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا، مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة، وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعت القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بس اتعب ادريه. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرائد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو انت ايه يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه، كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدريه، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا، ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليان. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم. الهي يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه ولا الهي ولا حبايب فول. هاري سويت هاي ولا كده وفيه حبطت ولا ايه؟ مش عارف انت مصيبه دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اتقرصت؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا بصك ايه؟ اقول لك اهو ايه؟ فول حراتي. لا اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ فول حراتي. اعمل لك سنه، شايله لك واحده اهي قولها. خلاص ما بيعملش حاجه. انت مت. طب ايه؟ دي عليا وعلى السيد المعتبه. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من اللبان.
اهلا. ايه ده في كده هنا؟ علي يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي. وديها يا رور الحمام عشان نشوف الحاجات. اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس. ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا. دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. هوب ايدي يا هاني. ولا انت حكومي يالا؟ حكومي ايه؟ ما انا مالي. ما انا لابس ملك. يا حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف. لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص. انا بقلب النسوان. اوه سوري. بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركات؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقولك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد. ربنا معاكي. اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه. انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي حياتنا الخاصه. لا بقولك ايه، انا بنت شريفه. وما كسريش الصوره اللي انا عجبتني فيكي. انا حبيتك ان انت مش شريفه ومش يا شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفه ايه وبتاع ايه. خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقولك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده. ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي. رحت انت عاملاها فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقولي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب. كله بقت عندها قطع ملابس ذهب. بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره مسمينها الست الذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني. ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخصاب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كنان انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا. انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش. مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كنان. قد البحر. قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل. محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته نجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفسي. زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير. هي واحده وخلاص. خواجه. ميرسي يا كناني. باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه؟ مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا. شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا. اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله الكريمه. يلا يا ماما هنتأخر عيب. أهل العروسة قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلا نيلة مستعجل على إيه؟ دي جوازة الندامة. جوازة الندامة؟ دي كلمة أم تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي. يا شيخ إيه ده؟ ده يقول له يوم نحس من أوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى إن أنت وقفتي ساعة تعملي الباروكة ودايسة على الصابونة لازم تتزعلقي. إيه علاقة الصابونة بالباروكة بالنحس؟ أرجوكي بقى ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. إيه التقطاط؟ يا رب ده الازاز بيكسر يا نهار اسود. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما.
في ازازات شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. طب ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده؟ ماما تفاقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي، انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسبس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. انبسطي بقى انبسطي كده واتفاقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. نبي ما اطلعي بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي. اقعدي اقعدي اقعدي. صدق ماما شكل الجوازه دي خير، لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعتنا بتقع. بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انت بتقع. طب انا هشوف العماره، عايز اشوف العماره. اصل في الطريق ده بطل. طيب طيب انت اللي مطراني. يا لهوي. اوف، انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتسكن قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه. مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا كبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى لو تكرمت، احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزه يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، منورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك منورنا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم. يا سوسكا سوسكا العروسه العروسه العواد. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي عم عيل. والله انا مش مصدق ان انا معاكي في وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حصب الله، سيبني حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جرايه وليا العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حصب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها غير. يا بنتي تعالي اوعى كده، عايز اسيب حته يا صاحبي. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا كمان. ملك يا حاجه مسروع عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه في النهايه. احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا. الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف ان اطلب ايد الانسه المصون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جوده بالموجود؟ هنروح بعيد. الى يا حاجه اللي حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عاجبك اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها بس، بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك كذبه. خاتم ما متخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل على ايه؟ انا تحت امركم.
يعني انا اللي هاخد الشنطه. المهر حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها فلوسي. ايه ما انت كنت هتدفعيها ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعامل لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، استر يا ماما. خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر. يعني هما اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزعقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي يا ماما. ارجوكي يا سوسكا، يا مدام رايا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما يا لهوي. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص ماما. انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وان الله يرجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت. هنعمل ايه؟ ما ترعبنيش بقى. جثه ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيله دي وحشه، ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس اطهر ناس. بس احنا هو في حاجه مش فاهمينها. ايه ده؟ عفريت. عفريت ايه يا ماما؟ ده تلاقي ابن اخت العروسه. بتعرف الاطفال في الافراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس قولي قلبي هيقف بترد. انت ماشيه ورا ميت. ايه الصوت البلدي ده يا ماما؟ طب تاخدي شويه، ده احسن. ده لامسني. لا تعالى حبيبي، ده لامسني. بس تعالى اخويا، انا خايف عليك يا حبيبي. الله ما شاء الله، شكلهم خايفين على عيالهم. تتحسب مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني، الخشب، العفش، كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى، كملي رعشتك. انا خايف.